كأس المدارس كأس المدارس مسابقة منافسة كأس المدارس مسابقة كل مدرسة كأس المدارس الأخ مع الأخ يتسابق بلطافة مدارس الكرخ ومدارس الرصافة كل المحافظات تجري المسابقات كأس المدارس منافسة مسابقة كأس المدارس منه طلع منه البقى كأس المدارس صافرة البداية للي يبقى للنهاية كأس المدارس كأس المدارس كأس المدارس أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة شهاب من أرض السلام بغداد من أرض الخير بغداد يا سلام تنطلق أجمل وأحلى مباريات أو مسابقات في العراق طبعا هذه الدوري شوية أقدر أحكيكم عليه دوري جديد في العراق دوري جديد في العراق ما مطروق راح نونس المدارس راح نخليهم يغيرون الجو وراح نشوف الأبطال من عندهم وراح نشوف من راح يفوز من عندهم أول شيء راح نبدأ بالمدارس كرخ ورصافة ولا تزعلون يطلع الثاني إلى جائزة هدية برونزية من قناة شهاب تحياتي لكم أخوكم المعلق رزاق أحمد باقي 5 دقائق على بداية المباراة يا طلاب ورجعنا وياكم قناة الشهاب الفضائية في مسابقة المدارس للعراق وراح نتعرف على الطلاب ونتعرف على ساتذة ونتعرف على المديرة وأهلا وسهلا بكم مرحبا ست وسهلا شلون الصحة؟ الحمد لله بخير حاضرين لهاي المسابقة؟ إن شاء الله حاضرين وقدها والله؟ أكيد يعني طلابك صار تحفزيهم صار لك طبعا طبعا صار أكثر من شهر شهر؟ ايش تتوقعين يوم خساره ربع؟ لا اكيد الفوز اوكي ان شاء الله الفوز يا ربي وكل تفوز الاسم بالخير ست مدينه محمد حسن مديره الغساسنه الرصافه الاولى والله والنعم طلاب الشطار اكيد احسن المدرسه والله ان شاء الله يعني المدارس المتميزه احنا متميزين نعم نعم جيد جدا وان شاء الله تكونون بالمسابقه متميزين ان شاء الله فريقك حاضر ان شاء الله اعطيني الابطال مالتكم حيدر عباس كرار موسى اوكي ابطال ما شاء الله شباب اللي راح يشارك المسابقه يرفع ايده اكلكم صدقتي اربعه الاربعه نزلوا ايديكم من الاربعه الابطال من الاربعه الابطال اوكي ونلتقي بالمتسابق حيدر عمر حيدر عمر اهلا وسهلا انت يا مدرسه الغصاصنه للبنين حلو انت شاطر نعم عافية عليك راضي عليك امك وابوك؟ نعم المدرسة؟ نعم المدرسين كلهم؟ نعم اعطيني بوسة حبيب قلبي عفيف الشاطر بعد منو المشارك؟ انت؟ الله مبين وكح مبين منك صاعني شارك لو ما شارك؟ لا شارك انت يعني بالدوري مشارك؟ ايه يمكن انت بالاحتياط والله منو هسه او انت؟ شو اسمك؟ كرار وسام كرار علي صوتك كرار وسام علي صوتك علي صوتك كرار وسام انت جاهز البطوله نعم عافية عليك بيض وجهنا ان شاء الله نعم تدري اذا فزت المدرسه ايش تصير يعني انت مفوزه يعني يهوسون بيك شلون يونس محمود اوكي عافية عليك البطل انت شاطر لو كسلان شاطر هاي المدرسه مبينه شاطرين اوكي نعم. خليكم على راسي اذا فزتوا هنا اذا ما فزتوا
مرحبا اساتذتنا. مرحبا سيد. مرحبا. شو تقولين قناة شهاب على هذا الدوري الجميل للطلاب؟ وفد مبادرة كلش حلوة وجميلة، وحتى شوية الطلاب يطلعون يعني إلى الحدائق ويتنافسون ويا مدرسة أخرى إن شاء الله. كلش حلوة. مرحبا سيد. أهلا وسهلا أستاذ. شو تقولين على قناة شهاب اللي صممت هذا الدوري للأطفال؟ احنا يعني بصراحه كلش فرحانين، لانه فتشي تغيير للطلاب، خاصه هاي الفتره، فتره كورونا كانوا يعني فتره كلش قاسيه لهم، فهسه فالترويح على النفس، تجديد، منافسه، روح المثابره، روح العمل، فتشي يعني روح الدعابه لهم. بالنسبه لهم الطلاب واطفالنا محرومين هاي الفتره كليته. واحنا نشكركم عن طريق قناه شهاب لحضوركم وتعبكم ويانا، وان شاء الله يا ربي القادم افضل. العفو، بقيت الست الاخير. ست انتصار. أنت مدرسة ما شنو؟ والله صف ثالث. صف ثالث، شو درسيهم؟ عام. يعني رياضيات عربي. شو تقولين على الطلاب؟ شنو نبذة؟ والله الطلاب يعني متميزين. حلو. وإن شاء الله الفوز لهم. إن شاء الله. وإن شاء الله جهود مديرتهم. إن شاء الله. هذه يعني وياهم. فإن شاء الله الفوز لهم. قناة شهاب قدمت هذا الدوري للعراق كله. إيه، شو تقولين قناة شهاب؟ ان شاء الله الموافقيه لهذه القناه. ان شاء الله هذه القناه ان شاء الله راح توفر عليكم كل شيء. تحياتي لكم. بس انا اريد شنو؟ مسابقه حاره، مسابقه اريدكم تفوزون، مسابقه اريدكم ابطال. او نلتقي باللاعب البطل عباس علي عبد الحسن. اسم لاعب مال كره قدم هذا. قل لي شنو شعورك وانت هسه بعد 5 دقائق وفايت على مباراة يعني الأولى وتحدي كبير، شو تقول؟ متوتر وجاهز نص ونص. متوتر وجاهز نص ونص. تمرين سويت؟ ايه. لياقة؟ ايه. يعني ما تتعب؟ ايه. أكيد؟ ايه. حلو حلو حلو، شو تقول اليوم راح تفوزون؟ إن شاء الله. إن شاء الله، متأكد؟ حبيبي، اللاعب الرابع وين؟ أنت يا جميل، مستعد للمباراة؟ نعم. الاسم بالخير؟ علي موسى. علي صوتك؟ علي موسى. عافية يا بطل. شنو شعورك بهاي المباراة؟ شعور حلو. ها؟ شعور حلو. متهيئ؟ ايه. متهيئ؟ ايه. شو تقول قناة شهاب بهذا الدوري؟ قناة حلوة. عافية عليك. ورائع بالنسبة للأطفال. الله الله يا جميل الله. هسه أريد الأربعة المتسابقين يطلعوا لي. اللي قدام، أربع متسابقين. والمشجعين يرجعون اللي ورا يم الستات. ترى انا عصبي، كلش عصبي. يلا شباب وياي حديد. دول ما يخسرون، دول مبينين. جهزوا، خلوا على المدرسه الثانيه. السلام عليكم، شلون الست؟ شو اخباركم؟ لازم بالخير. هند نجم عبد الله، معاونه في مدرسه اجيال الزعفرانيه الابتدائيه الاهليه المختلطه في منطقه الزعفرانيه. والله والنعم، الزعفرانيه. شلون طلابكم؟ والله الحمد لله ابطال كلهم. والله ابطال الحمد لله. ابطال يعني بالدراسه، بكل شيء، بالدراسه وبالرياضه بالفنيه، بكل من كل النواحي. ما شاء الله عليكم. يعني هسه ما جاهزين للمسابقه؟ رضا جاهز للبطوله؟ نعم. جاهز لعبة اليوم؟ أول لعبة ترى. نعم جاهز. جاهز؟ جاهز. راح تقول إن شاء الله أو تفوز أو كذا، تسوي لعبة على مود قناة شهاب تطلعك؟ نعم جاهز. يلا حبيبي، أنت يا صف؟ صف السادس ألف. حلو، شاطر؟ نعم. مت يعني ماما بابا مقوم مضايقهم؟ لا ما مضايقهم. أكيد المدرسات؟ لا. ما يضايقين منك؟ نعم. عرفتكم اي شيء. هذا جماليه من طالب يحترم المدرسه، يحترم الاب ويحترم امه، يقعد من الصبح ودراسته محضرها. ايش قد حلو عفوكم من هاي السوالف التليفون وكذا وهاي. لا غلط، هيك انتم مستقبل البلد. احنا نريد انتم المستقبل بيدكم، انتم تبنون العراق. صحيح لو لا؟ صحيح. لو لا؟ صحيح. عافيه يا ابطال. نلتقي المتسابق الثاني. أحمد كريم. شنو رأيك بهاي المتسابقة؟ جدا حلوة. ها؟ جدا حلوة. جاهز أنت؟ جاهز. أكيد؟ أكيد. تحقق لي النتيجة اليوم؟
أحققها إن شاء الله إن شاء الله. والمتسابق الثالث يوسف. يوسف يوسف أشوفك حرك، يمكن راح تفوز بشغلة. راح أفوز بالسباق إن شاء الله. يوسف شنو؟ يوسف علي. يوسف شلونك بالمدرسة؟ زين. درجة ست دول زيني صح؟ عفية عليكم يا يوسف. يوسف صح. حديد عفية. الرابع أبو الفضل. أبو الفضل يعني أبو الفضل أنت بطل أوكي، وجسمك متين، جسمك متين يعني المتسابق تسوي له هيك يطير أوكي. عفية عليك. اليوم شنو شرف راح تسوي؟ إن شاء الله فوزهم كلهم بس ما تكسر. آه أوكي أوكي. ترى أنا الحكم، رأسا أعطيك كارت أحمر برا. أوكي متفقين؟ خلاص. هلو أنتوا على المصطبة صح؟ مشجعين. أوكي أهلا وسهلا بكم في قناة شهاب، وراح نبدي دورينا لهذه العام أو هذا الموسم والمواسم القادمة. تحياتي لكم أخوكم رزاق أحمد، تعالوا يانا. مثل ما تشوفون قناة شهاب الفضائية، بدأوا الفريقين تحضروا بأزيائهم ولعبة البالونات. شبابنا لعبة البالونات زغل مريت زين تلعبها صح، تكمش الكرة كذا، هذه من أقول لك أوكي تلعب صح، مو زاغل وتلعب وهذا وتتشيله وتركض، لا أوكي. هذه أول لعبة راح تنقل على قناة شهاب الفضائية، فريد إبداع بيها وحماس وترون شنو؟ أنا عندي أهم شيء المنافسة بيناتكم، أوكي؟ منافسة حقيقية، طبعاً اللي يخسر يطلع ترى بعد ما يشوف اللعبة. يلا تحياتنا لكم وإن شاء الله مباراة جميلة، وراح العدد مالتي تنطلقون أوكي؟ أحسب لكم الصفارة، أحسب لكم الثلاثة أصفر تروحون. اجهزوا شباب. حاضرين؟ حاضرين. جاهزين؟ جاهزين. واحد اثنين ثلاثة وقف. شكو ايش عندنا؟ قالوا عندك حصان كان تسوي. ثلاثة لك دقيقة. ايش فيكم؟ على اساس اساعد له فد حصان زين. هي نفخ. ثلاثة. رجعوا لي مكاناتكم، رجعوا لي مكاناتكم صحيحة. صفقة الغساسنة، من الفاز انت؟ يلا انت بطل. بطل. انت جبت اول نقطة لفريقك اوكي؟ نعم. ايش راح تسوون هسه؟ اوكي جاهزين هسه؟ حاضرين؟ اعزائي المشاهدين، اعزائي مشاهدي فضائية قناة شهاب، وراح ننتقل إلى المرحلة الثانية، تعالوا يانا. We'll be right back.
حاضرين يا أبطال؟ حاضرين. هاي السحولة لعبة الأبطال، جر الحبل. ما أريد لا منافسة ولا أبد، بس أريدك تلعب صح. أوكي؟ على صفارتي. واحد، اثنين، ثلاثة. يلا لك، يلا يلا، ارجع وياهم، لك ارجع وياهم، عافية، ارجع وياهم، ارجع وياهم، اسرع اسرع، عافية. الله ومثل ما تشوفون قناة شهاب الفضائية بدأت اللعبة تحمل. أوكي، صارت نقطة المن، نقطة إلى مدرسة الأجيال للزعفرانية الأهلية. سمعونا صفقة. ونقطة إلى غساسنة الابتدائية الرصافة الأولى. صفقة. لحد الآن تعادل، لحد الآن تعادل، واللعبة بيها حماس. وإن شاء الله اليوم نشوفكم مباراة إلا نار. اقطع، تعال فاصل ونرجع. مشاهدي قناة شهاب الفضائية، ورجعنا وياكم. لعبة كرة السلة بين الفريقين أو بين المدرستين. هذه اللعبة وقتها كل شوط دقيقتين، وراح نشوف الأبطال ايش راح يسوون. وإن شاء الله يا ربي هسه هم متعادلين، إن شاء الله لازم يفوز فريق وراح نفرح له. بس أريد اللعبة، شوف هذه اللعبة لا بيها تكسير، أريد نظام بيها. أوكي جاهزين؟ جاهزين. سمعوني صفقة، عافية عليكم. هسه احنا نبدي. اوقف دقيقة، على مود اعطيك كرة بيدنا. انت شو تريد يا هي؟ تعال كابتن فرق، تعال. هاي وانت الكم، ارجع حبيبي فريقك، ارجع 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 ارجع. ها واحد، ابطال 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 ابطال. يلا العباس، لا لا العباس يقصد. لا غلط، العب الرميه، الرميه هاي مو فريقك، تلعب يا هيك. اوكي فريقك، لا لا ترجع. يا سلام يا سلام يا سلام. لا يلا تعال ارجع عمنا. مباراتهم ولعة بين الفريقين، بين مدرسة الأجيال ومدرسة الغساسنة. يلا الأول بأول دقيقة. يلا يا سيد عليهم، قدم قدم، روح تشجيع تشجيع تشجيع. إلك رضا، إلك إلك رضا. أحمد
تعال ارفع ايدك خليه يلعب لك العب 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 كمل كمل يا سلام يا سلام يا سلام اللعبة ملعة يا لا عفية رضي تعال جيب كرة وماشي المباراة مثل ما هي شباب تسرع الله يا سلام يا سلام يطلع بيها يطلع بيها جول 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 يا سلام تعالوا يا سلام كل الفريق يا شنو الحكم حايز بس انا ويا يلي العب عدل يعني اشجعه انا مو يا فريق فريق العبوا يا سريع سريع بقد اخر دقيقة سريع لا لا العب 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 اصعد اصعد طب طب بالكرة طب طب بالكرة طلعت تعال طين طين الكرة لوحيد طب طب بالكرة على مصير اللعبة صحيحة يلا هات طب طب بالكرة عباس 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 يا سلام يا سلام يا سلام عباس طب طب بالكرة حلوة هي مبروك فريق الغساسنة فازوا في هذه اللعبة اللي هي كرة السلة تحياتنا لكم وشكرا للوعيب شكرا على هذا اللعب الجميل واحد يسلم على الاخ هي النتيجه 2-1 2-1 سمعونا تصفيق 2-1 وراح ننتقل وياكم الى اللعبه الجديده اليوم حار نار اللعبة نار وحيا الله جمهورنا حيا الله من شاهد قناة شهاب الفضائية وراح تشوفون أشياء ممتعة وممتعة بعد أكثر تعالوا أنا We'll be right back.
مشاهدي قناة شهاب الفضائية، وصلنا اليوم وياكم وصلنا لعبة التزحلق. هذه لعبة التزحلق اللي راح يسابقون عليها هاي المدرستين، والفائز من عندكم راح نحسب النقاط، بعدين ننتقل لغير لعبة. جاهزين؟ جاهزين. شو نايمين؟ جاهزين. حديد؟ حديد. يلا خلينا نشوفكم، تعالوا يانا مشاهدي قناة شهاب الفضائية. راح تشوفون لعبة التزحلق. مثل ما قلت لكم شباب، تيجي تصعد من هذا الدرج تضرب ايد صاحبك على مود يزعلك بدالك. اوكي كابتن؟ اوكي كابتن. جاهز؟ جاهزين؟ 1 2 3 خلي يضرب ايدك، خلي يضرب ايدك. يلا هذا مرشل، هذا مرشلين، خلي يضرب ايدك. يلا اي اي لا لا مو هسه، على الصافرة، على الصافرة. روح اشكت اشكت، انا واقف. يلا تحضروا، لا يضرب ايدك صديقك. يلا اركض اركض. يلا يا بطل، يلا يا بطل، روح روح. منو بعد؟ بقوا كم لاعب؟ بقوا كم لاعب؟ بس واحد؟ وانتو بس واحد فيكم؟ يلا اركض اركض. الله اركض، ايدك وروح. ما طلعت. ومثل ما تشوفون لعبة نار وشرار، وما أقول لكم النتيجة، يجوز عرفتوها، بس تعالوا ياي نعرف النتيجة. تعالوا أنا لو بالزحليق أنا غير تخربطت إن شاء الله الأرجف، ما أركب الزحليق أنا، طفولتي كلها مركبين الزحليق أنا. مشاهدي قناة شهاب الفضائية، والآن راح أعلن نتيجة المباراة بين الغساسنة والأجيال. الفوز تدرون لمن؟ الفوز صار لفريق الغساسنة التافه، وفريق الأجيال هم الأبطال، هم نقطة واحدة. لا تأيسون لا تأيسون، عندنا مباريات بعد أكثر، أريدكم تغلبون تتعادلون تصعدون تفوز. أوكي سمعوني صفقة. هذه اللعبة مارد يس مشاهدينا قناة شاب الفضائية، اللعبة صارت نار، ولعت ولعت. أوكي فتعالوا يانا وخلنا نشاهد المسابقة أكثر. برا يركضوا. We'll be right back.
شبابنا طلابنا الأعزاء، هذه اللعبة اسمها القوة الدافعة، يعني تبرز قوتك، عضلاتك، أشياءك. أوكي خل أجربها أني. تكمش هذه الحديدة وتكمش هذه، خل أجرب أني بالله، خل أشوف تهد إيدك وشوفها. ما دبرت. عرفتوا اللعبة ها؟ شفتوها؟ وأنتوا هسه الفريقين من ثلاثة، أنتوا ثلاثة وأنتوا شقد؟ واحد. زين قبل لا أبدي اللعبة وكذا أريد أعرف مثلا أنت شو اسمك؟ رضا حاتم. رضا حاتم، أنت شنو موهبتك؟ لاعب كرة قدم. يعني من تكبر تصير لاعب كرة قدم إن شاء الله؟ إن شاء الله. نشوفك مثل أبو ذنون؟ وترفع اسم العراق عالي. عافية. الاسم الخير؟ حيدر عمر. حيدر، شنو مهمتك؟ اريد اصير لاعب كرة سلة. كرة سلة. كرة سلة. اوكي، اسمك؟ علي موسى. من تكبر شو تريد تصير؟ شو تتمنى؟ عالم. ها؟ مهندس. حلو، مهندس. مهندس على مود يعمر البلد، ان شاء الله يعمر البلد. كرار وسام. كرار وسام. من تكبر شو تحب تصير؟ دكتور. دكتور؟ دكتور يعني يساعد المرضى، مو يقصبهم ب 15 ب 20 ب 50، انت شو تسوي؟ وسط. بيش الوصل؟ خمسة. اذا جاك واحد فقير. نعم. جاك واحد فقير ما عنده فلوس. نعم. ومريض، شو تسوي له؟ اعطيه دواء ببلاش. دواء ببلاش؟ نعم. سمعونا صفقة للدكتور. عبد الحسن. عباس علي عبد الحسن، شو تريد تصير من تكبر؟ لاعب كرة قدم. جميل. يا ارتكاز. نفس لعب بشار رسن نص. حلو، يعني انت متأثر بشار رسن. جميل 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 جميل. ووصلنا للبطل احمد حمودي. من تكبر شو تريد تصير؟ لاعب كرة قدم. كلها كرة قدم؟ ايه. يا مركز؟ هجوم. هجوم. شو تحب يا لاعب من الهجوم؟ مهند علي. مهند علي، حلو، جميل جميل. يوسف علي حسين. يوسف علي حسين، من تكبر شو تريد تصير؟ أصير دكتور. دكتور. دكتور، من نصير دكتور. مراجعيك شو تسوي لهم؟ مراجعين، اجاك واحد فقير شو تسوي له؟ راح اعطيه دواء على بلاش. راح تعطيه دواء على شنو؟ بلاش. بلاش. عافية عافية صحيح، بس بعدين مو من تكبر تغلس اجي كاني مريض وتقول لي والله ما عرفتك وتغلس. ها؟ ايه. اوكي، سمعنا صفقة للدكتور ابو الفضل. بس لا تبيع فلافل. شنو مهنتك؟ طبيب. طبيب؟ جميل. طبيب. طبيب شنو؟ قلبية. طبيب قلبية. ها هنا وصلنا، اكو موضوع يقول أنا طبيب قلبية، ليش اختاريت القلبية؟ حلو، يعني عندك والدك أشيائك. لا لا، بس أنت مختار طبيب. بعد كم سنة راح توعدني أن تصير دكتور؟ إن شاء الله. قلبية؟ إن شاء الله. إن شاء الله. نسمع صفقة للدكتور. سمعوني صفقة قوية للفريقين. هسه أريد كل فريق يختار واحد من عندكم هاي اللعبة. حيدر اختارته لين جثل لين سمين لين انتو. هسه راح نبدي بمن؟ حيدر. حيدوري صفقة الحيدر. عالصفارة حبيبي، الزم هذا. لا لا الزمه عالصفارة. اوكي مستعد؟ مستعد. على صفارتي تنطلق. اوكي وينك؟ على قلبك اجي انا الحبيبي. واحد اثنين واخرينك. شوف شوفوا، هذا خطه وهذا خطه. إذن نعلن
الغساسنة أربعة. الأجيال بعدهم واحد. وراح ننتقل وياكم الأجيال هيك ناموا. لا تأيسون لا تأيسون، عندنا بعد لعبات وردكم وشدون حيلكم، نقدر نتعادل. أوكي يلا انتم فرحانين؟ سمعوني صفقة، لا تخليهم ياخذون عليكم، لا بعدوا ياهم، لا تخلونا صير عصبي. يلا ننتقل وياكم في قناة شهاب الفضائية إلى غير لعبة. متسابقين الأعزاء افتهموني شغلة أوكي وياي، شوفوا هالمسابقة مسابقة دراجات الهوائية. أوكي شو نسوي؟ هذا على الوقت، هذا وقت أوقت لكم، ننطلق ونرجع بوقت. جاهزين؟ وراح أبدي ويا فريق الغساسنة. أوكي نسمع صفقة أبطال. يلا جاهزين؟ خلي أوقف ساعتي. أسرع 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 أسرع. افتار افتار على كيفكم، افتروا 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 افتروا. أعزائي المشاهدين وداخلوا باللوفة، داخلوا باللوفة، روح هذا وقت، هذا وقت، روح قبل، هذا وقت، أسرع في المكان تاخذون مالكم. اوكي اوكي هسه ويا فريق الاجيال، جاهزين؟ وقعت الدنيا، وقعت الدراجه، يلا جاهزين؟ اسرع أسرع. عافية يا أبطال، أبطال سريعين، أصل لما أبو الأحمر ولوف، دير بالكم. عافية عافية، لوفوا 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 لوفوا. أسرع 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 أسرع. عافية عافية، أسرع أسرع. تعالوا 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 تعالوا. طبعا اللي فات محسوب الوقت عندي. فريق الغساسنة، لا دقيقة باو على الوقت حبيبي، وقف على الوقت. فريق الغساسنة 65 ثانية، فريق الأجيال انتوا أربعة صح؟ أربع نقاط. فريق الأجيال كم نقطة؟ واحد. فريق الأجيال فاز ب 35 ثانية، صفقوا له نقطة. أعزائنا المشاهدين قناة شهاب الفضائية،
مثل ما شفتوا ومثل ما عرفتوا وتابعتوا هاي المسابقة من اللي فاز بهذا الدوري. اللي فازوا هم فريق مدرسة الغساسنة بأربع نقاط. صفقة صفقونا واحتفلوها. مثل ما عرفتوا مدرسة أجيال الزعفرانية اللي هم نقطتين، وأني هي اللعبة ما بيها ربح وخسارة، بس أنا شردكم دائما تتكاتفون، دائما واحد يساعد الآخ، ما عدنا ربح وخسارة بهذا. فريق الغساسنة صعدوا إلى مرحلة ثانية، سمعونا صافقة لهم. وإحنا ويا برنامجنا برنامج قناة الشباب الفضائية ما عدنا واحد خسران، أوكي؟ فقررت قناة الشباب الفضائية إنه هذا الوسام لكل لاعب لعبتوا وتعبتوا. يا ربي مبروك عليكم، مبروك، وإن شاء الله نلتقي بموسم قادم وإن شاء الله تصعدون ويانا، أوكي؟ حبايبي الأبطال، شلونكم بهاي شو تشوفون هاي اللعبة الدوري؟ شو تقولون عليها؟ ها؟ أنتوا فايزين حلوة، وأنتوا زعلانين، ماكو زعل. هذه الألعاب ربح وخسارة، وإن شاء الله بالموسم القادم أريدكم أبطال وتجون بقوة على مود تفوزون، أوكي؟ وأنتوا مبروك عليكم فزتوا المرحلة القادمة. تحياتنا لكم وين ما تكونون، قناة الشاب الفضائية. التقوا وياكم في مسابقة جديدة وتحدي جديد في مدارس بغداد. مع السلامة. كأس المدارس، كأس المدارس، مسابقة منافسة، كأس المدارس، مسابقة كل مدرسة، كأس المدارس، الأخ مع الأخ يتسابق بلطافة، مدارس الكرخ ومدارس الرصافة، كل المحافظات تجري المسابقات، كأس المدارس، منافسة مسابقة، كأس المدارس، منه طلع منه البقى بكأس المدارس، صافرة البداية للي يبقى للنهاية، كأس المدارس، كأس المدارس، كأس المدارس، كأس المدارس.